ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بكم في فجر السبت 21 مايو 2022، قبل 9 ايام من مقابلة الاهلي والوداد المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا في مركب محمد الخامس في المغرب. قبل ما نروح شغلنا كده ولا نقول اي حاجة، عاوز اقول لكم ان عندي كمية رسائل عبارة عن شتايم لا تعد ولا تحصى، ربنا يجعلها كلها في ميزان حسناتنا. انا مش ما استفزتش حد فاتشتمت، فربنا يجعلها في ميزان حسناتي. بس يعني ما علينا، احنا دلوقتي هنتكلم كام دقيقة صغيرين كده. نص الفيديو الاولاني بكون موجهه لجمهور الوداد، والنص التاني هكون موجهه لجمهور الاهلي. والموضوع ببساطة لان كمية الرسائل الغاضبة وكمية الشتايم اللي بتيجي كلها نظرا للفهم الخاطئ، وبكررها تاني، الفهم الخاطئ لبيان النادي الاهلي اللي اصدره، وخصوصا في جملة الرد في 72 ساعة على طلبات النادي الاهلي، وبنكررها ومحدش عاوز يسمع ومحدش عاوز ياخد الامور بمنطقية. ولهذا ما تلاقيش حد من الجهات الرئيسية السيادية في المغرب رد، وما تلاقيش حد من نادي الوداد رسميا رد، لانهم مقدرين وعارفين تماما ان الكلام لا يعنيهم وما بيضرهمش في حاجة، ومش متوجه لهم هم. خليني بس اقول لكم في البداية ان النادي الاهلي المصري قبل اصدار البيان اللي عليه اللغط ده في يوم 15 مايو اصدر بيان من 8 نقط. النقطة الاولى فيه بيقول: التأكيد القاطع على اعتزاز النادي الاهلي بعلاقاته الطيبة مع كل اندية المملكة المغربية الشقيقة وجماهيرها المحبة لكرة القدم، وهي ليست طرفا في الازمة، وان موقف النادي المصار حاليا يختص به الاتحاد الافريقي فقط بسبب عدم تطبيق مبدأ الحياد عند اتخاذ القرار الخاص بتحديد ملعب المباراة النهائية لدوري ابطال افريقيا، والذي صدر متأخرا وجاء غير متسق مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والميثاق الأولمبي. ده بيان رسمي طالع من النادي الأهلي جاب فيه اسم المملكة المغربية الشقيقة. فلما جاب اسم المملكة المغربية الشقيقة جابوا بهذا الأدب، وجابوا بهذه اللباقة. يعني الكلام مش على المغرب، الكلام مع الاتحاد الأفريقي. ولما جبنا سيرة المغرب جبناه بالأدب ده، فده النادي الاهلي. وبعد الازمه دي كلها والشتايم دي كلها والغلط اللي احنا عمالين نقراه ونشوفه ده كله، امبارح نادي نهضه بركان بيلعب نادي اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي في كاس الكونفدراليه الافريقيه. بيفوز نادي نهضه بركان بالكاس بضربات الجزاء الترجيحيه. فالنادي الاهلي ينزل بيان تاني: الأهلي يهنئ نهضة بركان المغربي ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي. مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب يتقدم بخالص التهاني لنادي نهضة بركان الشقيق ومجلس إدارته وجماهيره ومنسوبيه بالفوز ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية، متمنيا له التوفيق ولكل الأندية الشقيقة. ده النادي الأهلي، ده محمود الخطيب، دي النادي الاهلي وبياناته اللي بيطلعها لما بيجيب فيها اسم حد معين. الناس زعلانه ليه؟ مش قادر اصدق. نتخيل ان الوضع معكوس وان المباراه ستقام في القاهره، ما كنتش هيبقى ليك طلبات؟ كنت هتقول تمام زي الفل، انا هاجي من المغرب العب المباراه في القاهره وسط 100,000 وامشي؟ جماعه مش معقول، مش معقول، مش منطقي. فكر فكر، سيبك من الناس اللي بتسخن الامور مع بعض، سيبك من الناس اللي بترمي فتيل لأزمة وبتشعله وتسيبك وتمشي بالعقل كده. طيب، ردا على فكرة إن الأهلي عاوز ياخد كل حاجة وعمال يطلع في بيانات والناس تتريق وتقول لك ها عايزين إيه كمان؟ عاوزين تلعبوا والوداد ناقص 2 لعيبة؟ طب تلعبوا والمباراة أصلا من بدايتها 2-0 ليكوا. طيب الأهلي مش عايز كل ده، الأهلي مطالبه كلها شرعية، ما بيطلبش حاجة أكتر من حقه، بيطلب تحكيم عادل، بيطلب نص ساعة الاستاد لأن المباراة مناصفة، بيطلب تأشيرات للجماهير اللي هتسافر. طب هنسافر ازاي؟ طب أطلبها من مين؟ طب أقول ايه؟ أنا ما قلتش حاجة. بالمناسبة أقصى عدد ممكن يسافر من جمهور الأهلي، وأنا بقول لك أهو، لن يتخطى 1,000 واحد، لن يتخطى هذا العدد. وبالمناسبة أكبر، القنصلية والسفارة المغربية في القاهرة ناس قمة في الذوق والأدب، وتقبلوا الأمر بصدر رحب، ومفيش مشكلة واحدة هناك. الكلام كله جاي من ناس قاعدة ورا شاشات وورا موبايلات وعمالة تسخن الدنيا،
مفيش شيء حقيقي على أرض الواقع بين المسؤولين حصل، لكن كل اللي بيحصل من صفحات بيديرها شوية عيال صغيرة من الطرفين مش من طرف واحد، وهو ده اللي بيحصل في كل مرة، مرة يحصل في الجزائر، مرة يحصل في تونس، ودلوقتي بيحصل في المغرب، وقبل كده حصل في السودان، أطفال ورا شاشات. هو ده اللي ممكن الواحد يقوله. بالمناسبة كمان الأهلي لا خاف ولا هيخاف ولا بيترهب ولا عنده شيء يبكي عليه، الأهلي حرفيا عنده كتير كتير. ففكرة إن الأهلي خايف يروح هناك أحسن يخسر، أو فكرة إن الأهلي بيطلع حجج عشان لما يخسر يقول كذا، مش إحنا، والله مش إحنا. أنا بقول لك أهو يوم 30 مايو بإذن الله في المغرب وسط 70,000 مغربي، الأهلي هيرجع بالكأس من هناك، هيحصل. واللي بقوله لك ده يضايقك أصلا في إيه؟ يعني أنا لو ما قلتش كده مبقاش أهلاوي حق، ده حقي وده اللي أنا هفضل متمسك بيه. نكررها مرة كمان عشان ده أكتر سؤال أو أكتر جملة عاملة قلق. الأهلي لم ولن ولن يجرؤ ولا يحب ولا يريد أن يتدخل في السيادة المغربية بأي شكل من الأشكال، لأننا ملناش مصلحة في ده ولا عايزين ده يحصل معانا، فأكيد مش هنعمله مع غيرنا. فكر قبل ما تتكلم. ده الجزء الخاص بالكلام عن أو ما يخص الجانب الودادي اللي كنت بوجه له كلامي دلوقتي. نتكلم ونوجه الكلام لجمهور النادي الأهلي أو للحبايب اللي بيتفرجوا علينا من النادي الأهلي. تم تحديد سعر تذكرة الطيران والسفر لحضور مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 يوم 30 مايو قدام الوداد في المغرب ب 15,000 جنيه، رقم كبير جدا على الجمهور العادي. وأنا مش عارف الزعل جاي منين. يعني أنت متضايق ليه؟ يعني أنت كنت متخيل الرقم ممكن يبقى كام، ولما يبقى كام هتسافر؟ إحنا دلوقتي عاملين قلق وهيصة عشان تذكرتي اللي هي مباريات الدوري المصري ب 100 جنيه، ويا دوبك بتسافر ولا بتروح المشوار بعربية أو ميكروباص أو زي ما يكون، بتكلف لك الهيصة كلها 100 جنيه زيادة، فعملنا عليها قلق. يعني حدوتة كلها في حدود 200 جنيه، فعامل عليها هيصة. فطبيعي وبديهي جدا إنك هتعمل هيصة لما يكون التذكرة بالرقم ده. نضيف معلومة كمان ودي مهمة جدا، وكتبها صديقي أحمد مطر في بوست عنده. أنا معرفش نادي في العالم بيصرف على جمهوره عشان يروح يشجعه، لان في مطالبات بان النادي الاهلي يدفع لجمهوره ويسفره. انت عايز لك بتاع 300 مليون عشان تسفر 15,000 يروحوا يتفرجوا على الماتش هناك. المفروض واللي بيحصل ان النادي بيسهل اجراءات السفر وبيحاول يخفض مصاريف السفر عشان الجمهور اللي يدفع ويروح، وده الطبيعي. النادي الاهلي او اي نادي تاني مش هيدفع لجمهوره عشان يسفرهم يشجعوه. ما تقلبوش الايه وتسخنوا وتحس ان الموضوع شكله حلو وبيجيب افيهات فيلا نمشي وراه، ده ما بيحصلش. حاجة كمان، التذكرة ب 15,000 اعتبرها، شوف هنزلها لك واجيب لك اجلها الارض، بقت ب 7,000 جنيه. هتسافر؟ انت مش هتسافر. اللي هيسافر هم فئة معينة من الناس، ربنا يكرمهم ويوسع رزقهم ويرضيهم، وده طبيعي، احنا بشر درجات فوق بعض اخلاقيا وماديا وكل شيء. فانت طبيعي لازم تكون عارف ان السفر ده مش ليك، السفر ده للمقتدرين، واي حد يفكر يسافر بالمبلغ ده فهو حر، هو حر. واللي هيروح يسافر ب 15,000 ويشجع الاهلي مش اهلاوي اكتر من اللي هيقعد على القهوه ويشجع الاهلي ب 5 جنيه. دي بديهيات ومش هتناقش فيها ابدا مع حد، بس احنا لازم نقتنع بشيء، ان الدنيا درجات سواء انسانيا او حتى على مستوى البلدان. احنا مش المانيا عشان جمهورنا يسافر كإنترخت فرانكفورت يروح يحتل مدرجات البرنابيو او مدرجات الكامب نو ويبقى فيه بتاع 30 40 الف هناك في ترحال. احنا مش كده، لا عندنا الرفاهيه دي ولا عندنا الامكانيات الماديه دي ولا عندنا حتى حريه وسهوله التنقل زي ما هي موجوده بين المانيا واسبانيا، فده طبيعي وبديهي جدا. انت حتى مش جمهور بالميراس اللي جاي من البرازيل للامارات وكان اكتر من جمهور الاهلي في مباراه كاس العالم للانديه. لازم تبقى مقدر ومقتنع ان ده وضع عادي وطبيعي ومش عيب، والله مش عيب. انت بس ممكن تكون الجلاله واخداك انك ازاي الاهلي وانك ازاي 120 مليون اهلاوي وازاي كبير القاره ومباراه بتكون مناصفه في الاستاد ومكاني هيبقى فاضي ومش مليان. حبيبي ما طبيعي، هي مش بالعافيه، انت على قد لحافك مد رجليك، مش بالعافيه والله ما عيب. كل اللي مطلوب انك من مكانك، من مكان ما انت موجود، تدعم وتشجع اللي هيسافر. كلنا هنبقى وراه كاننا كلنا هناك، والالف صوتهم صوت مليون، واللعيبه اللي هتنزل الملعب
كلنا هنفضل ندعيلها من هنا وندعمهم ونشجعهم عشان يرجعوا لنا بالكاس. اكتر من كده انت ما عندكش طاقة ولا قدرة تعمل اكتر من ده، فما تزعلش. اخيرا اخيرا، في خبر بيقول ان اشرف بن شرقي جاي النادي الاهلي. انا قلت ده ليه؟ هو اصلا بره الحدوته، بس بحاول اربط بما انه مغربي يعني، والكلام كله بين الاهلي والمغرب. فالى ان ياتي ميعاد اعلان الصفقه رسميا او انها مش موجوده اصلا، يا 1300 مليون مرحب باشرف بن شرقي لو جه النادي الاهلي، وكفى لغايه كده. ما عنديش كلام تاني ينفع اقوله عشان ما نتفرعش الحاجات الجانبيه. ده كان الكلام اللي كنت عايز اقوله النهارده فيما يخص ازمه الاسبوعين دول اللي مش هنخلص منهم لغايه يوم 30، لغايه ما الاهلي يرجع بالكاس ان شاء الله من كازابلانكا، من الدور البيضاء من المغرب، ويتوج بالثالث على التوالي وال11 افريقيا. كان معاكم احمد عطيته، نورتوني وشرفتوني، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير، ونروح شغلنا بقى. السلام عليكم.